السلام عليكم بناتي وأخواتي. بسم الله وعليه توكلت. اليوم بناتي وأخواتي جيتكم بهذا الفيديو هذا البسيط اللي غنعملو فيه الباغيت. جات هي هذيك، ما كاين غير القافيه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره صحيحتكم؟ كلشي مزيان ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال اخواتي وبناتي وولادي والجميع الجميع اخواتي والاخوات في جميع والاخواتي وبناتي ووليداتي في جميع بقاع العالم، الناس اللي في الديار الاوروبيه، الناس في جميع. اعتذر الا كانت غلطت ولا شي زلت لسان ولا شي حاجه، راه كنبقاو حنايا بني ادم وكلشي كيغلط، وسمحوا لينا الا غلطنا اخواتي. غادي نديرو قلت لكم هاد الباغيط هذا، غادي نعمروه بهذاك لا كونفيتور اللي صاوبت وبالزبده، وغادي نقليوه اخواتي بزويته بلديه اللي هي هادي زويته بلديه وشويه الزبده. غادي تشوفوا تتابعوا معايا اخواتي. كناخذ الباغيط، والله اخواتي هاد الباغيط كنت كنمشي نبات. انا عندي كل اكله عندي معها قصه وعندي معها سميتو. كنت كنمشي نبات عند الوالده والواليد في دارنا، الله يخليهم ليا والله يخلي لكم كاع والديكم واللي ما اللي ماتوا الله يرحمهم والله يرحم اموات المسلمين كافه اجمعين يا رب. والله الا الام كتبقى ام ما شاء الله. انا كنت كنمشي نبات عند الوالده، وفيما كنبات الصباح ما كنقدرش نفطر تاخذ ليا جوج كوميرات جوج باغيطات تقول ليا ديهم الدراري باش يفطروا. كنجيبهم اخواتي كنلقى ولادي فطروا، كنرميهم في المجمد. اشنو كندير بيهم؟ وحداهم كيتبع سبحان الله واحد الباغيط غزال غزال، ما حنا حدانا وما كاينش بحال هذا الباغيط هكا بيض تيشعل ما شاء الله. حداهم الباغيط تيتباع زوين، كاين مخبزات تما تيبيعوا الباغيط زوين. هذاك الباغيط اخواتي كنجيبو كنقطعو مرصوات وكنرميه في المجمد، كندير منه اخواتي لا شابلور. كنشد راكم عارفين الباغيط هو هذا، كنقطع عليه غير هذوك غير الجليدات ديالو، كيجي في لا شابلور غزال. تنقلي به السمك، تنقلي به جنيوحة الدجاج، المهم كنحتاجو في بعض الوصفات اخواتي. هو هذا انا قلت لكم كنحيد له غير الطريفات الصغار، وهذا هذا اللي كيبقى حتى هو كنخبيه في المجمد. الا بغيت كانت عندي كفيته ولا شي حاجه كان عشويه كنفزق هذا البابا اخواتي اما بحليبه ولا غير بالماء، وكنعصرها مزيان ونزيدها مع ديك الكفيته كتزيدني في الحجم. كنضل الوصف هذه الفكره وضحات لكم، وراكي جميع الاخوات كيعرفوا. غادي نعمروا اخواتي هاد الباغيط ديالنا. قلت لكم تنجيبو نقطعو دوائر بحال هكذا، دوائر على قد هاد القياس واحد. غادي نعمر اخواتي ندير فيها طريف الزبده، وغادي ندير شويه ديال داك الكونفيتور اللي صاوبت، وغادي نسد غنسد عليها اخواتي، ندخل هذاك الشيء وغادي نسد. هانتوما غادي تتابعوني، غادي نعمر كلشي هذا الشيء معاكم. كنحل ما كنوصلش حتى للاخر، غير نفتح الطرف ديال الباغيط غير شويه ونخلي هذا الشيء من في الاخر. كندير طريف ديال الزبده، وكندير شويه ديال داك الكونفيتور قلت لكم اللي صاوبت معاكم، راه تيجي غزال. انا تيعجبني وكتذوقوا مذاق البرتقال نيت، جربوه اخواتي راه تيجي قلت لكم لذيذ، تيجي زوين. نزيد طريف اخر، كنمشي معاه اخواتي كامل بحال هكذا، وكنسد كنسد. هانتوما غادي تتلاقاو معايا، انا غادي نعمر كلشي وغادي تتلاقاو معايا بناتي. كندير هنايا الزبيده، طاح واحد الطريف معليش دابا نهزو ديال الزبده، ونزيد عاوتاني هذا الكونفيتور ديالي
وكنضغط عليه بحال هكذا. صافي فهمتوا بناتي؟ عاوتاني غادي نزيد هنايا الطرف ديال الزبيده. راه منين غنديروه غادي نحمروه، غنحمروه في زويته بلديه مع الزبده على نار مهيله كما قلت لكم باش ما تحرقش لينا الزويته. وغادي تتابعوني اخواتي وغادي تشوفوه راه تيجي لذيذ وتيجي زوين مع اتاي بالشيبه. وغادي تشكروني على هاد الوصفه اخواتي. تابعوني وتشوفوني منين غنديرو يتحمر. من بعد ما عمرت الباكيت ديالي اللي هو هذا عمرتهم كاملين، غادي ناخد شويه زويته وواحد جوج معالق ديال الزبده، وغادي ندير زويته بلديه اخواتي بلديه. وغادي ندير هذاك الباكيت ديالي، غادي نحطه في وسط هنايا يتحمر ليا اخواتي. غادي يتحمر، غيتحمر من هاد الجهه وهاد الجهه، نتوما غادي تشوفوا حتى غادي يتحمر ليا. وغادي نقدمه وغادي تشوفوه اخواتي غيتحمر من هاد الجهه التحتانيه ونقلبوا على الجهه الفوقانيه، ومع داك الزبيده كتذوب مع الكونفيتور تيجي ما نقولش ليكم الفطور ولا كسكروط ولا هذا. انا سيعجبني وتيعجب ولادي وكنديرو مره مره، وقلت نشارك هاد الطريقه نشاركها معكم بناتي واخواتي. قبل ما تذوب ليا ديك الزبيده وغنزيد نعمر المقله ديالي، غندير هاد الشيء في جوج قليات غير شويه، ولكن العافيه تكون مهيله، العافيه اخواتي تكون مهيله باش ما تحرقش لينا الزويته ديالنا. نتلاقاو من تشوفوني تنقليه بناتي واخواتي. اه الوالدين الميمه ما كتبقى بلاصتها ما تعمرات حتى شي بلاصه. شوفوا اخواتي كنمشي نبات عند الوالده وكتقول لي الا ما فطرتيش تدير لي مسكينه حقي ديال الباكيط وتنجيبو، وها انا عيالات خوتي فاش تنخدم الباكيط اللي تنجيب من عندكم، ها فاش تنخدمو. وراه قلتها لكم شحال من مره وما عرفتوش، دابا شوفوا الطريقه وبقاو ديروها حتى نتوما. اخيرا بناتي واخواتي بعد ما قليتو كما قلت لكم في الزيت في زويته بلديه وشويه الزبده، هو هذا الجماليه ديالو تيجي غزال ومقرمل ومقروش. وهذه لا شابلور اللي قلت لكم دوك الطريفات اللي قطعت راهم هادو تيجيو مقرملين دغيا، كتبركو عليهم يدقوهم في المهراز ولا في شي زويف بشي حاجه بديك المدلكه الحلوه ولا هذا، تيجي لا شابلور هائل هائل ديال هذاك المبشور ديال الباكيط. كنحيدو داك القشره الفوقانيه اخواتي وكيجي الباكيط ديالها ما كيتحرق لا والو، لا شابلور تدخلو غير شويه يتحمر ودغيا كيتقرمل. اخواتي كنتمناكم تجربوا هاد الوصفه هذه، ونلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. وكنشكركم بناتي ووليداتي وخواتاتي كلشي كلشي، كنشكركم جزيل الشكر كاع اللي بغى مناعمة تزيد في الاستمراريه. واذا عجبكم المحتوى ديالي اخواتي كنطلب منكم فضلا وليس امرا اشتراك بناتي، اشتراك ومشاهده للاخر اخواتي. وجزاكم الله عني الف خير اخواتي، والى اللقاء.